عملتي في اولى ثانوي وثانيه ثانوي؟ كان كويس يعني، بس الامتحان جه بطريقه جديده علينا، فاحنا ما كناش، كانت حاجه لسه جديده علينا، ما كناش عارفين خالص. نتعامل معاها ازاي. اتعاملتي معاها ازاي بقى؟ يعني في اولى ثانوي اتعاملتي معاها كانت اول مره صح؟ وثانيه ثانوي كانت عملناها اخر مره السنه اللي فاتت يعني، فكانت كانت حاجه، هي احسن او حش؟ ما فيش حاجه اتغيرت. ايه بالنسبه لك؟ كان احسن في ان احنا خلاص ما كانتش اول مره ان احنا نعملها، فما كناش خايفين قد ما كنا خايفين اول مره. كويس. فثاني مره اتعودتي اكتر. يعني كنا داخلين على ان احنا لازم نبقى فاهمين مش حافظين اتعودتي على موضوع انك فاهمه مش حافظه ده ولا ما اتعودتيش؟ يعني، بس مش قوي لان مش حاجه مش طيب بتيجي انت سهله. جربتيها مرتين، هتجربيها بقى المره دي كمان ما صح؟ بالظبط، محتاجه طب مدرس، واللي خلص ليه محتاجه مدرس؟ مدرس مؤهل. الراجل قال لك على الهوا، الوزير قال لك على الهوا هتضيعوا فلوسكم في حضرتك الوزاره. انا بتكلم على ارض الواقع والله. والله مدرس حاجه مش هتغير ما المظهر. ماشي، انا المدرس متخانق مع حد قريبي والله بقول قبل له ما اجي لك. حضرتك، ما انا ما شفتش مثلا وليه امر قالت ان انا مبسوطه من يعني المدرس ده، غير طب نادرا ممكن يعني. اقول لك على حاجه؟ حول طريقه تفكير ابني لتفكير ناقد، تفكير تحليلي، طيب ربط. ممكن اقول لحضرتك انا على حاجه؟ عاوزه مدرس مؤهل، ايوه. وبعد كده هو اللي هينقل مدرس الطالب. المدرسه بالظبط، هو اللي تمام. هينقل افتكرت الطالب كده على للنظام مدرس خصوصي. الجديد، لان النظام الجديد ده انا هنقل الطالب طب لوحده سيب ولا الطالب لما اتكلموا الاقي بقى. له معلم يساعده؟ لوجي لوجين لوجين لوجي كانت سنه صعبه بالنسبه لك؟ شويه، لان هي كان فيها طبعا لخبطه و انت ادبي، الادبي لسه حفظ ولا بقى في شويه فهم ولا في لا، طريقه امتحان جديده؟ هو انا شايفه ان المدرسين كانوا يعني بيستخدموا طريقه الحفظ برضو لسه، المدرسين بيستخدموا لسه طريقه الحفظ. ان هما بيشرحوا بطريقه ان هو الطريقه يحفظنا القديمه المعلومه مفيش وكده. تاهيل. بس فانا رايي مع راي استاذه داليا ان احنا لازم نخلي المدرس ناهله ان هو يعرف يشرح بالطريقه الجديده، النظام الجديد. انت جبتي 72% صح؟ مرحله اولى. ها المرحله الاولى كانت الحد الادنى فيها كام؟ 65. انا كنت 65 ادبي مرحله اولى ودخلت مرحله اولى. لا 65 دي كان فيها الخير والبركه على ايامي يعني، كانت حاجه. وانا جبت 67 ونص. ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. يهمك انت كل الكلام اللي بيحصل ده ولا انت بتشتغل اونلاين ولا انت بتذاكر ازاي؟ لا، بذاكر زي الناس بيذاكروا. ازاي بقى الناس بيذاكروا قول لي؟ بالكتاب. احكي لي انت يعني. بالكتاب. انت داخل رابعه ابتدائي بقى في النظام الجديد صح؟ صح. ايه بقى النظام الجديد بالنسبه لك؟ ان شاء الله، ان شاء الله هعرف اوفق قولي يا حبيبي اتكلم زي ما بين كرة القدم انت جاي عايز كورة تمام ولا والدراسة. والدراسة عشان انا هوايتي كرة القدم. كرة القدم دي هوايتك الكبيرة. طب وماما مش بتقول لك ذاكر ولا ايه؟ بتقول لي بس بلعب كورة اكتر ما انا بذاكر. بتلعب كورة اكتر ما انت بتذاكر؟ يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. انت السنه دي زعلت بقى مش قوي يعني، احنا واخدينهم 42 مره وهم واخدينهم 30 مره. قول لي انت حافظ، قول لي انت بتقعد على الكمبيوتر بتلعب على الانترنت؟ بتشوف الانترنت ولا ما بتشوفهاش؟ بشوفه بس. بتقعد بتمسك تليفون تلعب بيه تعمل حاجات من دي؟ بلعب على الموبايل. بتلعب على الموبايل؟ لو جابوا لك المنهج وقالوا لك انت هتذاكر فصل على الموبايل مثلا او على التابلت او على الكمبيوتر تعمل ايه؟ هتعرف ولا مش هتعرف؟ هعرف. هتعرف؟ ليه بتتكلم بثقة قوي كده يعني؟ عشان انا واثق من نفسي دايما. عشان انا واثق من نفسي دايما. انت كنت المفروض ان انت في سنة أولى ابتدائي ابتدوا يعرفوكوا على الحاجات دي ولا انا غلطان؟ صح؟ كانوا بيعملوا معاكوا ايه بقى في المدرسة؟ حقيقة مش فاكر، بقالي سنتين ما رحتهاش. بقالك سنتين ما رحتهاش؟ بقالك سنتين اونلاين؟ ولا بتعمل ايه؟ عشان كورونا بقى. بقعد على الموبايل ساعات، وساعات بتدرب كورة دلوقتي. بتدرب في نادي السكة. يا سيدي مصر انت على موضوع الكورة ده، ده انت تلاقيك تعب ماما قوي. مش قوي يعني. ها؟ ولسه راجع من تدريب الكورة النهاردة. لسه راجع من تدريب الكورة النهاردة؟ انت داخل المدرسة امتى؟ 10 عكنن 9. عليك وبص وشه 10 9 بيتجمد. 10 9 فهتقلل تدريبات الكورة بقى وتزيد المذاكرة شوية ولا ايه؟ مش قوي. مش قوي؟ هتكمل برضه؟ عندك اخوات؟ عندي اخت كبيرة. اخت كبيرة. سنة كام؟ تالتة. رايحة تالتة اعدادي. رايحة تالتة اعدادي. باباكي ومامتك كانوا قلقانين اكتر منك وانتي داخله ثانويه عامه السنه دي ولا عملوا معاكي ايه؟ عشان كانوا خايفين من النظام الجديد. هتعامل معاه ازاي؟ وعشان دي سنه مصيريه في حياتنا، فهتحدد مستقبلي. وان انا لازم اذاكر عشان احنا السنتين اللي فاتوا ما كناش بنذاكر قوي. كنت عامله ايه السنتين اللي فاتوا بقى مع الكورونا؟
رحتي المدرسه؟ ما رحتيش المدرسه صح؟ لا كناش رحتي شويه قليلين قوي وبعدين قفلت. اه طب كنت بتعملي ايه ساعتها؟ كنت بتذاكري ازاي؟ امال كنت بتذاكري ازاي؟ كنا بنذاكر على التابلت. على التابلت كنا بناخد كل حاجه اونلاين، كل الحصص بتاعتنا. استفدتي ولا ما استفدتيش بصراحه؟ حاجات وحاجات. حاجات وحاجات، يعني في حاجات استفدتي فيها وحاجات لا. ايه اللي استفدتي فيه وايه اللي ما استفدتيش فيه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي اتعودنا ان احنا ما نحفظ، مش في حاجات كتير. ان انا لازم افهم السؤال. يعني الحاجات بتيجي بطريقه جديده انا مش متعوده عليها.